بكم من جديد. حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مأدبة الغداء التي أقامها أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة تكريما لضيوف المملكة العربية السعودية في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل وتدشين القرية السعودية للإبل.